برضو طيب يعني. نفس السؤال للأستاذة القديرة محترفة البورنو الأستاذة رهف. أنت ناوي تنجلدين أنت هنا ولا إيش بالبث؟ من أول ما نعتذر عن يجلد أصلا الألفاظ الخارجة طيب. عن لا 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 معلش الإراثة ألفاظه وهذا. مخيس. لا بس هي سبتني أنا ما لها علاقة. معلش طيب خليها السبب، ورا البث. السبب الحقيقي لهروبك من السعودية يا أستاذة رهف؟ هاج عن أهلي يعني. إذا جلست عندهم يعني حرفيا عارفين إذا جلست عندهم كم شهر بنقتل. كانت حتنقتل لأنه يعني. كفشوها مع واحد، كفشوها مع العامل إيه البقالة يا اللي يكذب يكذب. لا 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 هذه لا الحقيقة. لا لا وأتمنى من الصحف لا 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 بس يعني أهلي من النوع المتشدد وأنا صراحة يعني مخربات هناك، فلو عشت كذا بقولها لهم مش قطريح، فلو عشت هناك زيادة بيكشفوني وين قتل وغير ال نورا ممكن تقربين شوي بس ما تذنك.